السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم واقفين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم أمين يا رب العالمين. ومعكم دكتور متولي البراجيلي، أهلا ومرحبا يا دكتور. بارك فيك، ربنا يبارك فيك أستاذ أحمد، جزاك الله فيكم بارك الله. أسأل الله عز وجل أن يمتعكم بالصحة والعافية، وأن ينفعنا بعلمكم، كما أسأله أن يشفي شيخنا الحبيب فضل الشيخ شعبان درويش والشيخ سامي السرساوي وكل مشايخنا وكل علمائنا وكل مرضى المسلمين. اللهم أمين يا رب العالمين. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، نحن في انتظار اتصالات حضراتكم ليتمكن الدكتور متولي البراجيلي من الإجابة عليها أثناء اللقاء بإذن الله تعالى. وبداية سائل يسأل ويقول عن صلاة التسابيح شيخ كريم، عن حكمها وكيفيتها، وما مدى صحة الحديث الذي ذكرت فيه. نعم شيخ كريم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. حديث صلاة التسبيح الذي رواه ابن عباس رضي الله عنهما حديث مختلف فيه بين أهل العلم، فمن أهل العلم من حسنه، ومن أهل العلم من ضعفه، لكن الجمهور على استحباب صلاة التسابيح. حتى الحنابلة، إمام أحمد الذي قال بضعفه، فقال يستحب أن يعمل به على أنه في فضائل الأعمال، على أن الحافظ ابن حجر ذكر، الحافظ ابن حجر قال إن له طرق لا تنزل به عن درجة الحسن يعني. لكن هو في خلاف الحقيقة، حتى شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا من الذين ضعفوه، فقال له طرق كثيرة لا تنزل عن درجة الحسن. قال إن الإمام أحمد رجع في تضعيف لهذا الحديث، هذا ذكره الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. الحديث باختصار، النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمه العباس رضي الله عنه: يا عم، ألا أمنحك، ألا أحبوك، ألا أعطيك، يعني هدية. فقال إنه صلاة التسبيح تغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وما أسررت وما أعلنت، وتغفر صغير الذنوب وكبيرها وبدايتها ونهايتها، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ففضله واسع، من أجل ذلك تجد أن من أهل العلم من قال أنه النكارة حتى في المتن، لأن فضله واسع، فضلها واسع جدا. وقال الطريقة بقى، طب أما عن الطريقة بعد هذا الاتصال. ماشي أستاذ رجب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا مرحبا أخي الحبيب، تفضل. إزاي حالكم؟ في نعم والله، لا تحصى ولا تعد، تفضل. ربنا يبارك لنا فيكم ويخليكم لنا يا رب، ويبارك في أعماركم جميعا، تفضل. ليا سؤالين، الله يبارك لك. نعم وفيكم بارك الله. أول سؤال، يعني إيه مما تعم به البلوى؟ مما تعم به البلوى، الكلمة اللي بنسمعها من مشايخنا مش فاهمها بصراحة، يعني ايه مما تعم به البلوى؟ حاضر. والسؤال الثاني، الشراب انا بلبسه على وضوء كل حاجة، لو طالوا بعض الرذاذ عزكم الله، يعني لو طالوا بعض رذاذ البول وانا بقعد حاجتي شكيت، يعني برضو امسح عليه واستعمل عادي؟ طيب ماشي الحال يعني. حاضر. ولو سمحت انا عايزك طالب من فضيله الشيخ كده يدي كلمه للازواج والزوجات كده، ويكونوا هاديين في البيوت كده، فيدوهم نصيحه. حاضر. هذا الله بيوت المسلمين جميعا، فامان الله. أمة الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، جزاكم الله خيرا. واياكم يا اختنا، تفضلي. الحمد لله على السلامه. الله يسلم حضرتك، تفضلي. من فضلك عندي سؤالين. نعم. السؤال الاول بالنسبة للزكاة، احنا عارفين ان النصاب يا اما 85 جرام ذهب او 97 او 114 على حسب على حسب العيار يعني.
وفي نفس الوقت برضو في القياس على بالفضة يعني. فأنا عايز أعرف الرأي الراجح، لأن من دول بيبقى في كلام كتير قوي إن الاعتبار الذهب الفضة أفضل من اعتبار الذهب في صحيح، في لان النصاب المصرفات. بقت يعني قدره صار كبيرا يعني. أنا عايزة بس الراجح شرعا يعني في طيب حاضر حاضر، الفضة. ماشي. في سؤال السؤال تاني؟ الثاني حضرتك، دلوقتي في أخت كان في صعوبة شديدة جدا في الحمل، وبعد كام سنة ربنا قدر إنه حصل يعني، بس كان في تعليمات شديدة من الطبيب بالراحة التامة ومفيش أي حركة ولا مجهود أو حاجة زي كده ولا الجماع. والزوج كان مسافر، لما رجع الزوج من السفر وهي كانت في الشهر الخامس، في أواخر الخامس أو السادس يعني، فأصر الزوج على الجماع، وكانت النتيجة إنه حصل إجهاض يعني الحالة كانت تدورت جامد يعني، والطبيب نهر الزوج جامد يعني انه زي يحصل تسبب في موت الطفل، ان هو نزل ولد وسموه ودفنوه، والوضع كان صعب عمره. جدا على الزوجه، طيب وكمان حصل السؤال، مشاكل يعني. السؤال بقى انه الزوج كده عليه حاجه انه تسبب في وفاه الجنين بما انه تخلق يعني او كده، لان في مشاكل كتير بينه وبين الزوجه وبين الزوج بسبب القصه دي. طيب حاضر. جزاكم الله خيرا، عليه حاجه يعني، عليه فدوى، عليه نعم هو طبعا المفروض توبة واستغفار مثلا او كده، لكن ولا عليه حاضر، كفارة معينة وهل عليه توبة يعني؟ طيب او كفارة معينة. توبة أو ماشي، كفارة، حاضر. جزاكم الله خيرا، فأمان الله وإياكم وشفاكم الله وعافاكم. منة الله، السلام عليكم يا أختنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا عندي ومرحبا، سؤال، أكثر أسئلة ممكن؟ هاتيها. نعم. السؤال الأول، أختي خديجة قالت لي النهاردة ضيف أهل الذكر الشيخ أسامة سليمان، فأنا قلت لها والله، قالت لي والله الشيخ أسامة سليمان جاي، وهو جت إعادة طبعا، أنا عارف، ما أنا ما طلعناش الحلقة. عليه كفارة ولا لأ؟ بس هو الشيخ جه في الإعادة، مش مشكلة. طيب شيخنا يجاوب، حاضر. يعني مش انتوا كنتوا عارفة بتحلفوا ان ضيف الحلقه اليوم الشيخ اسامه سليمان حفظه الله، والحلقه طبيعي اتت اعاده. والله جاي طيب يعني، السؤال بس الثاني، مختلفين عليها. تمام الحل. كلمة يا مولانا دي حكمها ايه؟ كلمة يا مولانا، حاضر. طب لو بابا ثالث، لو بابا لو اخي اخويا او اختي عمل غلطه، رحت عند بابا وماما قلت له على الغلطه اللي هو عملها، فدي تعد نميمه ولا لا؟ حاضر، شكرا، في امان الله وعليك الصلاه وبركاته. نعم شيخي الحبيب، اما عن كيفيه صلاه التسابيح. نعم. ايوه نعم. هو ان يقول سبحان الله، الحمد لله، ولا اله الا الله، الله اكبر، في كل ركعه 75 مره يعني. فيبدا يقرا بفاتحه الكتاب والسوره بعدها ويقول 15 مره اللي احنا ذكرنا ده، سبحان الله، الحمد لله، ولا اله الا الله، الله اكبر. ثم يركع يقول عشرا، يرفع من الركوع يقول عشرا، ينزل للسجود يقول عشرا، ما بين السجدتين يقول عشرا، يسجد يقول عشرا، يرفع من السجود في جلسة الاستراحة يقول عشرا، فهذه 75، فأربع ركعات بثلاثمائة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لعمه، إن استطعت أن تصليها كل يوم مرة فصليها، إن لم تستطع ففي كل أسبوع مرة فصلها، إن لم تستطع ففي كل شهر مرة، إن لم تستطع ففي كل سنة مرة، إن لم تستطع ففي العمر مرة. نعم. جزيت الجنة شيخي الكريم. الأستاذ رجب يسأل عن كلمة مما تعم به البلوى. الكلمة دي يقولها كثير من الناس، وخاصة ربما بعض العلماء إذا أرادوا أن يعمموا حكما أو يقولوا أن الشيء استفحش يعني أو انتشر، يقولون مما عمت أو تعم به البلوى. نعم. نعم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا اصطلاح بين أهل العلم، يعني يذكرونه عندما تكون هناك معصية وهذه المعصية عمت في الأمة، أو خلاف الأولى ويعم في الأمة، فهذا يقولون عمت به البلوى، يعني صار الأمر منتشرا وكثيرا بحيث الإنسان يتحرج أن يحكم يعني في المسألة، لأنها انتشرت انتشارا يعني واسعا جدا. كمثلا مسألة، على سبيل المثال، مسألة التدخين،
او البناطيل الضيقه اللي ماليه الشوارع يعني صلاح فيها التدخين او للشباب التبرج، كمان التبرج هي معاصي، الحجاب اللي هو على الموضه. ايوه، لكن عمت به البلوى، اي انتشر بين المسلمين انتشارا واسعا، بقت ثقافه كمان. ايوه، فهو ده يعني معناها كده، اي انتشر بين المسلمين انتشارا واسعا، حيث وصار كهيئه، يعني التبرج الان صار كهيئه، وبقى هو ده المألوف عند الكثيرين والكثيرات، وما أيوة عدا ذلك حتى ولو كان هو الصحيح يبقى هو غير يبقى المألوف. هو غير المألوف، صحيح. نسأل الله العفو الله والعافيه. الجورب او الشراب، لو اخونا الفاضل استاذ رجب او اي احد ارتداه على وضوء ولكن اصابه بعض رذاذ البول، هل يمسح عليه ايضا ام يجب عليه ان يخلع هذا الجورب او الشراب؟ شيخ الكريم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله عليه الصلاه والسلام. هو بيقول لو شك، الشك يطرح، اما اذا تاكد، يطرح يعني كما يهتم يعني بيه. لا يهتم به. اما اذا تاكد من وجود البول فانه خلاص يبقى يخلعه ويمسح. لا لا يخلعه، انما حكم الملابس، يمسح، يغسل الماء الذي، يغسل البول الذي عليه، يزيل الماء الذي عليه، صحيح. يزيل، معذره، يزيل البول الذي وقع عليه بالماء. اذا لم يستطع ان يزيل البول ولا يعرف مكانه يبقى يخلعه ويتوضا. اما ان كان رشاشا خفيفا متناثرا، يعني لا 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 حجم له ولا جرم، فهذا لا يؤبه له. نعم، والله الجنه. اخونا الاستاذ رجب يقول لحضراتكم يعني كلمه للازواج رجالا ونساء. نعم. تمام، البيوت كيف تهنأ وتهدأ وتعيش وفق كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. والله الأمور تكون بالرفق ما بين الزوجين، وما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. والله سبحانه وتعالى رفيق يحب الرفق في الأمر كله. وينظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان يتعامل في بيته ومع أمهات المؤمنين، فلنا فيه الأسوة الحسنة. كان النبي عليه الصلاة والسلام يكون في مهنة أهله، يعني يرتق نعله، يحيك ثوبه عليه الصلاة والسلام، يعني يشارك أمهات المؤمنين في العمل المنزلي. فالحياة قائمة على الرفق وعلى المشاركة، وعلى أن يشعر كل واحد بالآخر، وألا يعني يمسك كل واحد للتاني غلطة، إنما الإنسان يعني يداري طالما ليست في المعاصي، حتى تسير الحياة، وكل أحد في الزوجة فيها والزوج فيه. فلو أننا كل واحد حيمسك لزوجته على كل شيء، وهي أيضا تمسك لزوجها على كل شيء، فالحياة لن تستقيم ولن إيه ولن تمر. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا، يعني نصح الأزواج فقال لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا راضي منها آخر، راضي منها الآخر. والله أعلم. جزيت الجنة، وأسأل الله عز وجل أن يصلحنا جميعا. اللهم آمين يا رب العالمين. أمة الله تسأل عن زكاة المال وعن النصاب، هل يكون يعني في الرأي الراجح، هو معلوم أن الذهب هو عند الكثيرين من الفقهاء كمعيار، سواء كان بقى يعني 21 ولا 24 أو ما شابه ذلك، أم يكون الأولى الفضة؟ شيخ الكريم، الراجح الزكاة تكون على الذهب أم على الفضة، وخاصة في هذه الظروف التي نعيشها؟ نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو لم تكن هناك ثمة أوراق نقدية في عصر النبي عليه الصلاة والسلام، إنما الأوراق النقدية نتاج القرون المتأخرة. فلما استحدثت الأوراق النقدية قاسها غالب أهل العلم على نصاب الذهب، وقال هي البديل عن الذهب، وغطاؤها يكون من الذهب. أول ما خرجت، أول ما استخدمت الأوراق النقدية كان الغطاء من الذهب، وكان حتى الجنيه الورق ده السند كان سند، يعني تعطيه للبنك تأخذ قيمته ذهبا أيام يعني إيه ما كان. فلذا غالب أهل العلم كان على أن نصاب الأوراق النقدية هو بالذهب، ده ما عليه أكثر أهل العلم. لكن مسألة أنه الفتوى، أو إحنا بنقول الأفضل أن يكون بنصاب الفضة لمصلحة الفقير، لمصلحة الفقير، وأنت تتاجر مع الله سبحانه وتعالى، وما يكون نصاب الفضة 600 جرام إلا 4 ولا إلا 5، 95 تقريبا، فهو 595 جرام، أيوه، فهو مبلغ زهيد، وهذا يعني يعني لمصلحة الفقير وهو أولى. لكن إن لم يفعل على ما عليه أكثر أهل العلم، لا إثم عليه والله أعلم. يعني لو التزم بما بنصاب الذهب، نصاب الذهب، لا إثم عليه، لا إثم عليه. نظر إلى نصاب الفضة، ده أفضل، أفضل وده أولى، تمام. وهو لمصلحة الفضة ولمصلحته هو، والنبي عليه الصلاة والسلام أقسم على أنه ما نقص مال من صدقة عليه الصلاة والسلام. أيوه، وهي تجارة مع الله
سبحانه وتعالى. جزيتم الجنة شيخ كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا أخي كريم، من معنا؟ أهلا وسهلا بك يا فندم. اتفضل. والله حضرتك بنعيش الأيام دي، يعني ظروف المسلمين في معظم بقاع الأرض هم المستضعفين، والقلب يعني يمتلئ حسرة بذلك، ولا نملك لهم إلا الدعاء. تمام. فهل يجوز لنا إن قنتنا لهم في كل صلاة نصليها من الفروض الخمس الدعاء لهم؟ شكرا، صلى الله أن يصلح أحوالنا. أم أحمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أم أحمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أختنا. لو سمحت يا شيخ، من 7 سنين كنت مكسورة كسر مضاعف. من 7 سنوات إيه؟ مكسورة كسر مضاعف في رجلي. شفاك الله وعافاك. كان في جبس يعني وكده، فأنا كنت أتوضأ وما كنتش ببلس على رجلي المكسورة. المسح على الرجل اللي كان فيها جبس. المسح، ما كنتش بمسح، فيعني حكمها فعلي ما سافرتش الايام دي، فعلي حبيت اسالكم يعني عشان وقتك. ما صليتيش ولا كنت تتوضئين وتمسحين على الجبيره او الكسر؟ ما كنتش بمسح عليها، كنت بتوضى يعني الوضوء العادي، بس ما كنتش بمسح على الجبيره. ما كنتش بمسح. حاضر حاضر، حكم الصلاه دي ايه؟ حاضر. طب يا دكتور، يا شيخ احمد. ايوه نعم. طيب لو انا بصلي وابني ايده قدامي، انا ابني بعيد ولا انزل مكان السجود؟ عند الصلاه ماذا؟ يعني ابن الرضيع بيجي يجلس قدامي. انزل مكان السجود ولا انزل ابني بايدي واسجد؟ طيب ولو سد الطرحه من على راسي او الحجاب من على راسي وشعري ظهر اعمل ايه؟ وقت الصلاه؟ شد الإطار أو حاضر حاضر، ربنا يحفظه. أستاذة وفاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا. أول يوم الحمد لله على السلامة لحضرتك. الله يسلم حضرتك ويبارك في عمرك يا أختنا، جزاك الله خير. يا رب يبارك فيكم كلكم وقناة الندى كلهم يا رب. يا رب وفيكم بارك الله، تفضلي. ربنا يبارك فيك. أولا لو سمحت، هل البرنامج ما بقالوش إعادة؟ البرنامج هو الاعاده وقت اجازتي اختلفت، لكن على ما اتذكر الان اعاده العصر بقت 2:15 صباحا. الحلقه الثانيه ان شاء الله تعالى، لعلي ان شاء الله اخبركم بها يعني غدا مساء ان شاء الله تعالى، متى بس اكون متاكد بس. ان شاء الله. ورجاء من حضرتك الله يبارك فيك، اذكار الصباح والمساء اللي كانت قبل كده. اللي كانت قبل كده الله يخليك رجعوها تاني. بتاعت الشيخ مشاري. ايوه. بصوت الشيخ مشاري. حاضر. ايوه. سؤال بقى حضرتك نعم. هل انا لما يعني اكشر في وش اللي بيكشر في وشي او اضحك في وش اللي بيضحك في وشي، هل انا كده اعتبر امعه؟ يعني اذا احسنوا الناس احسنت واذا اساءوا اساءت. الله يفتح عليك. اللي بيعملني حلو بعمله حلو، اللي بيعملني وحش بعمله وحش. حاضر. كمان سؤال بعد اذن حضرتك، معلش. هاتي. يعني انا عندي خشونه في الركبه وبصلي وانا قاعده على الكرسي. شفاك الله عافاك. الله يخليك. فممكن وانا في وسط الصلاه يعني ايه يعني يغلبني يعني ايه ان انا ادافع الاخبثين، فلو قعدت هتمكن وهكمل بقيه الصلاه، فانا كده اقعد تحسب لي الصلاه كامله في الفرض، ولا ابقى اخرج من الصلاه واتوضى من جديد؟ حاضر. الله يبارك في عمرك، تجاوبوني عليهم. حاضر وفيكم بارك الله، في امان الله. معنا حد تاني؟ السلام عليكم. طيب حاضر يا استاذ عدنان. مساله هذا الزوج، طبعا هو كان مسافرا وحدث ما حدث وتم الاجهاض، وهذا عمره هذا الجنين، وبينه وبين زوجته مشاكل، لان الطبيب كان قال لها راحه تامه وما فيش وما فيش وما فيش، وهو اصر، فهل عليه كفاره او ياثم ام ماذا شيخي الكريم؟ الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله عليه الصلاه والسلام. هو يعني ياتي حقه من اهله ولم يتعمد ذلك، وليس حتى بشبه عمد، انما هو كان في تحذير من الطبيب او الطبيبه، وهو ربما كان على سفر، ويعني نحب ان نستمع اليه، يعني لابد ان نستمع اليه، ربما كان على سفر والسفر مثلا غلبته رغبته لزوجته، فهو ياخذ حقه من زوجته، فارى ان يعني لابد ان نستمع اليه، لكن كده قبل ان نستمع ولا نعرف
طب حدود المسألة. يعني يبدو ان في اتهامات، الزوجة تقول له انت السبب، انت الذي لا قتلته او كل ما شابه لا ذلك. كل شيء بقدر، لكن هو ارى انه لا شيء عليه طالما هو غير متعمد لذلك صحيح. وكان على سفر، فلا شيء عليه. ونحب ان نستمع اليه لنعرف مدى علمه بالمسألة. يعني هل مثلا استمع الى الاطباء وقالوا اذا اتيتها سيموت من في بطنها يقينا، ولا كان مجرد كلام الحذر؟ لابد ان نستمع اليه حتى نحكم حكما صحيحا. صحيح، ولكل اجل كتاب. ايوه، لكن المشحمه بين الزوجه كده وزوجها ليست بصائبه يعني. صحيح. ايوه نعم. يعني النصيحه لهما حتى ان قدر الله ما شاء فعل، ويعني وتستقيم الحياه ان شاء الله. أيوة. تعالى لكن ما عليهوش لا توبه ولا كفاره، يعني لا يعد قاتلا حتى قتلا خطأ شيخي كريم لنفس. لا يعد، ما انا مش عايز احكم الا ان استمع اليه، معنى لا ناخذ طرفا واحد. جزيت الجنه شيخي كريم. الاخت منه الله، لو يعني اخي هي تقول مثلا والله، او قالت لاختها او لاخيها والله الشيخ فلان اللي جاي، الشيخ اسامه او اي شيخ، ربنا يحفظكم جميعا، والحلقه اتت اعاده بنفس الشيخ الذي يعني تم القسم على مجيئه في الحلقه، هل يلزمهم الكفاره؟ ما هو ايضا احنا الاخت ما تقسم، يعني تقسم على اعتبار ان هذا يوم الشيخ. أيوة النهار نعم. النهارده يعني مين جاي النهارده؟ الشيخ سامي، هو يوم الاربعاء معروف ان هو بالنهار مثلا. ايوه فاقسمت، ان كانت اقسمت على ذلك فلا شيء عليها. لا شيء عليها. أيوة، والحلقه كانت اتت اعاده بنفس الشيخ. اعاده بنفس، لكن الشيخ. هل هي اقسمت انه والله سياتي على الهواء؟ طب وما خبرها وعلمها في ذلك؟ الله برضه نحتاج الى ان نسمع منها. تمام، لكن ظاهر القصه انك تقسم ان هو اللي هيجي في الحلقه، ان موعده اليوم، ان موعده اليوم. أيوة. على هذا ليس عليها شيء. لا. كلمه يا مولانا كثيرا ما نسمعها وكثيرا ما نقولها. أوه. مولانا جه. أيوة. ازاي حضرتك يا مولانا. أيوة. فكلمه مولانا هل فيها حرج شرعي؟ لا شيء فيها. لا شيء فيها. البعض يقول لك انما المولى هو الله. نعم. فهل نعم هو المولى هو الله سبحانه وتعالى. لكن ما هو يعني الكلمة أرى أنه لا شيء فيها، وهناك مثلا أسماء أو صفات لله سبحانه وتعالى تقال للناس، يعني مثلا السيد فلان، قوموا إلى سيدكم، لمعز ابن جبل رضي الله عنه، أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا وأعتق سيدنا. فهو فهناك يعني ألفاظ تكون متشابهة، ليس معنى ذلك هو التشابه في المعاني أو في الكيفية، فجائز ان يقال هذا الفاظ تضاد. هذا مولانا فلا شيء فيه. وبعدين المولى دي اصلا يعني خادم، يعني هي من الفاظ التضاد. الفاظ يعني التضاد. يعني العبد لا يقال له عبد، انما يقال له مولى. فمثلا مع ابو بكر في حادث الهجره في الحديث، وكان معه مولاه عامر بن فهيرة. هي تقال للعبد وتقال للسيد. ايوه يعني فهي من الفاظ من الفاظ التضاد. اشتراك. الاستاذ محمود، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله. اهلا مرحبا، تفضل. الله يخليك، الله يحفظك يا مولاي. تفضل. والله انا عندي ثلاث مسائل بس بفاصل صغيرين. هاتها، تفضل. اولا انا بستمع دائما للبرنامج كل يوم، وصوت الاستوديو واطي قوي عن صوت الاعلانات. فلما يجي اعلان كده بيصح العيال، فمضطر اوطي الثاني كل شويه، اوطي التلفزيون وعلي التلفزيون. ده مش فتوى، دي حاجه فنيه ممكن نكلم فيها الاخوه المختصين. تمام. انا الحمد لله ربنا كرمني، بصلي وبصوم وبتصدق، بس في حاجه تسكين السجاير، هي عامل حكم الاسلام بالضبط في التدخين. ربنا يعافينا واياك، اسال الله ان يعافينا جميعا من جميع الذنوب والمعاصي. الله يبارك فيك يا مولانا. الحاجه الثالثه، دلوقتي سمعت واحد بيسال عن صوت التسبيح وكيفيتي، انا عاوز اعرف فضل صلاه التسبيح. طب معلش عشان وقت الحلقه، لو انت في يعني تابعت الحلقه ان شاء الله بقى يعني بعد ما ترفع على اليوتيوب ولا حاجه، لان الشيخ لسه ذاكرها في اول سؤال في هذه الحلقه، حلقه الليله. يعني لو انت كنت جيت بدري شويه كنت سمعت الجواب. فممكن تتفرج على الحلقه في الاعاده، او تاخدها بقى من على الفيس او ما شابه ذلك بعد ما ترفع بساعتين ثلاثه من بعد انتهاء الحلقه ان شاء الله. تمام؟ او شيخنا بقى يعني في وقت يلخص لك الطريق. أما طلاب، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا مرحبا. اولا الحمد لله على سلامتك واياك يا رب يحفظك ومتعك بالصحة والعافية. الله يبارك فيك. لا قوة الا بالله، نحسبكم على خير والله حسيبكم. جزاكم الله خير، اسأل الله ان يغفر لنا ما لا تعلمون. شفاهم الله جميعا.
يا رب يا رب، اللهم يا آمين رب امين. ولي طلب بسيط، انا شفت الاعاده بتاعت حلقه بالليل، شفتها الصبح الساعه 7:30، فيا ريت تبقى 7، هي من 7 لـ 8 جميله قبل الشغل، عشان لو فاتنا لا قدر الله يعني مشاهده الحلقه بالليل. لا انا طيب. شفتها النهارده ليا يومين بشوفها الصبح الساعه 7:30. طيب حلقه بالليل ناكد حلقه بالليل، هي حلقه دي حلقه الساعه 10 هي دي. نأكد على موعد الإعادة إن شاء الله كده غدا ونخبركم جميعا إن شاء الله تعالى. إن شاء الله، ويا ريت يبقى 7. السؤال إن شاء الله، لو واحدة معاها مبلغ مالي في البنك والربا الفوائد يعني اللي بتطلع منه، هي عشان مش عارفة تشيله في البيت ليضيع، عشان شايلاه للحج، الفوائد اللي بتطلع منه ينفع تديها لأخت فقيرة قريبتها فقيرة جدا وأرملة معاها أيتام؟ حاضر تمام، جزاكم الله خيرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخت أم محمود، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أسأل فضيلة الشيخ كده على سؤال يعني؟ هاتي السؤال اتفضلي. أنا كنت نادرة كده، بس مش فاكرة هو إيه يعني، مش عارفة صيام أو إيه، فمش عارفة نعمل إيه يعني في عيالي. كنت نادرة صعيد من عيالي كان عامل حادثة ونضرت، بس طيب. مش فاكرة. طيب شيخنا ربنا يعافيهم جميعا، ماذا أفعل؟ حاضر، في سؤال تاني؟ لا شكرا، في أمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخي الكريم، الأخت منة الله تسأل سؤالا ثالثا. لو أخوها الصغير أخطأ وهي ذهبت إلى أبيها أو إلى أمها وأخبرتهما بما فعل أخوها، هل هذا من الغيبة أو من النميمة أو ما شابه ذلك شيخي الكريم؟ نعم، لا هذا ينظر إليه. إذا استطاعت هي أن تنصح أخاها الصغير وأن يمتنع دون أن تخبر الأبوين، وأن امتنع فبها، إن لم يمتنع فلابد أن تخبر القائم عليه. صحيح، من باب إصلاح الأخ. من راعي، ليس هذا من النميمة، أصل النميمة دي على جهة الإفساد. صحيح، إنما هي لا تبغي الإصلاح، يعني هي تحاول هي أن تنصحه أولا، فإن لم ينتصح لابد أن ترفع الأمر إلى أبويه. يعني ذكرتني لو مسؤول في مكان أو موظف في مكان، نعم، وأخبر من هو فوقه لإصلاح الموظف مثلا، نعم، متكاسل أو متباطئ، ده ما يعدش لغيبة ولا نميمة. نعم، باب نعم. هو ينصحه أولا، فإن لم ينتصح لابد أن يرفع الأمر إلى ولي الأمر، وإلا عشان تستقيم الأمور. نعم. تمام، أسأل الله عز وجل أن يحفظ المسلمين والمسلمات في مشارق الأرض وفي مغاربها. لو أخونا أو أي أحد خصص دعوة للمسلمين في صلاته في كل سجدة شيخ كريم، هل هذا يعد من البدعة؟ نعم، هو سأل كذا، وأنا سمعته تقريبا بيقول القنوط في الصلوات الخمسة، أو القنوط كمان، أو الصلوات الخمسة. الصوت اختفى فجأة. أيوة، الصوت اختفى. نعم. هو إذا رأى الإمام أن يقنط في الصلوات الخمس، فعلى المأمومين أن يقنطوا. لكن هو السؤال، إن مصائب المسلمين كثيرة ومتتابعة، نسأل الله السلامة. والأمر على ما نسمع وعلى ما نرى، فلو أننا قنطنا فسيستمر القنوط دائما ومستمرا، وبذلك ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه المصائب مستمرة ومتكررة. نعم. فلو أننا دخلنا في القنوط لن نخرج منه، لكن إن دعا لأحيانا وتوقف فهذا نعم. جائز يعني، وقد قنط النبي عليه الصلاة والسلام في الصلوات الخمس. عليه الصلاة والسلام. من 7 سنوات أختنا أمة الأم أحمد حصل لها كسر ربنا يعافيها، لكن يبدو أنها ما كانتش تعرف المسح على الجبيرة، فما كانتش بتمسح، وكانت بتتوضأ ولكن لا تمسح على هذه الجبيرة، فما حكم هذه الصلاة؟ هو طبعا كان ينبغي أن تمسح على الجبيرة، كان ينبغي أن تمسح عليه، ومن أهل العلم من قال وتتيمم عنها خروجا من الخلاف يعني، لكن هي إن رأت أفتاها أحدهم بأن لا تمسح على الجبيرة فصلاتها صحيحة إن شاء الله، والله نعم. إذن ليس عليها إعادة هذه الصلاة؟ لا لا، الله عز وجل طالما أفتاها أحدهم، خصوصا أن من أهل العلم من قال بأنه لا يمسح على الجبيرة، يعني وهذا رأي لبعض أهل العلم. تمام، ولكن الأفضل المسح عليها. نعم. المسح عليها. أم أحمد أيضا تقول لو هي وهي تصلي ابنها الرضيع مثلا، هل تنزل به وكان أمامها؟ ماذا تفعل؟ كيف تنزل في سجودها؟ كيف تتعامل وهي تصلي؟ ودي مشكلة مع بعض الأخوات عندما يكون مع طفل رضيع تصلي وهي تحمله. أيوة، فماذا في صلاة الجماعة؟ في الصلاة وهي في المسجد أو في البيت. أيوة، أو في البيت. كيف تتعامل؟ الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. كانت أمامة يعني حفيدة النبي عليه الصلاة والسلام، ابنة زينب، تأتي وتتسلق
كتفي النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي، عليه الصلاة فيحملها النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا ما سجد وضعه، يبقى هي طالما تحملها وهي واقفة، وبالركوع إذا استطعت أن تحملها أيضا تحملها، وتضعها فقط عند السجود، لأن لن تستطيع أن تسجد بها. نعم. والله أعلم. لو شد الحجاب تعيده مرة ثانية، يعني هذا غير يعني متعمد، تتعهد حجابها هو ولا شد ولا تخرج من الصلاة، لا شد كده خلاص، يعني ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. جزيت الجنة يا دكتور الحبيب. الأخت وفاء حاضر مسألة الأذكار الصباح والمساء نراجعها إن شاء الله. هي قالت يعني لو هي اللي كشر في وجهها كشرت في وجهه، ومن ابتسم في وجهها ابتسمت في وجهه، ثم قالت وكده الإنسان ممكن يبقى إمعة، ونهانا النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا يكن أحدكم إمعة. نعم نعم. فهل هذا يدخل في معنى هذا الحديث؟ بس إذا أحسن الناس وأحسن، وإذا أساء الناس ولكن وطئوا، أساء ولكن وطئوا أنفسكم، إذا أحسن الناس أحسنوا وإن أساء الناس أحسنوا، فهذه ليست إمعة. لكن هذا من باب مقابلة الإساءة بمثلها. الأفضل طبعا في هذه الحالات أن الإنسان يداري وأن يعفو، فذلك أفضل، يعني ادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. حميم. وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. على الله. يعني الأفضل عدم رد الإساءة بمثلها، إلا أيضا كما قلنا في الحلقة السابقة المسألة تحتاج إلى حكمة، إن في ناس ما أنت تعاملهم بالحسنى لا يستحقون ذلك، فعايزة يعني في ناس تأتي بالحزم والشدة، وده مش الكثرة أكيد، دول القلة. وفي ناس بيتمادوا، ولا ملايك طيب كده، هذا ضعيف أو ضعيف فيتماد، فده يحتاج علاج. لابد أن يرى نوعا من أنواع الحزم. أيوة نعم. نعم. جزيت الجنة شيخ كريم. تصلي وهي جالسة عشان خشونة الركبة شفاها الله عافاها، وأحيانا تدفع الأخبثين، لو جلست وتمكنت يعني أفضل هي جالسة أصلا، مش هي جالسة أصلا، هي تصلي جالسة، هي قالت خشونة في الركبة. لكن لو هي جلست من أجل أن تدفع، استمرت بقى في الجلوس، استمرت في الجلوس عشان تدفع الأخبثين، هذا أفضل أم أنها تخرج من الصلاة ثم تعيد وضوءها وتعود إلى الصلاة مرة أخرى؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا هفترض بدائل. نعم. عشان الإجابة صور. نعم. صورة أنها تصلي قائمة وهي عند الركوع السجود لا تستطيع أن تركع أو تسجد لخشونة ركبتها، فهي تجلس عند الركوع والسجود، يبقى هنا هي قائمة والجلوس يكون عند الركوع والسجود. فإذا جلست وهي تستطيع القيام في الفاتحة من أجل أن تدفع الأخبثين فذلك غير جائز، يعني تخرج من دي الصورة الصلاة. الأولى. نعم. لحديث النبي عليه الصلاة والسلام طبعا لا صلاة بحضر الطعام ولا يدافع الأخبثين. نيجي للصورة الثانية، أن هي تصلي جالسة في كل الصلاة، في كل الصلاة ويدافع الأخبثين وهي تستمر في صلاتها. إن كان الأمر قريب يعني ما تخشع فخلاص صلاتها صحيح. طيب إن كان الأمر يعني لا خشوع في الصلاة، الخشوع ده روح الصلاة، فإن كان الأمر أنها وصل الأمر أنها لا تفهم ما تقول ولا ما تعي من أجل أن تنتهي من صلاتها، نقول لا اخرجي من صلاتك وتوضعي. والله نعم. أعلم. جزيت الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ أمين تفضل. الحمد لله تفضل. حضرتك أمين. في نعم والله الحمد لله تفضل. فيه معايا اخ يعني كان مشاركني على حته يعني في بيت عنده بيوضبه ما كانش قادر ايه يعني يكمل التوضيب بتاعه، فقال لي خش معايا، يعني كتب عقد معايا بنفس الايه الصيغه اللي بحكي لك عليها ديت، وقال لي ان شاء الله يعني الجنيه اللي تدفعه هيبقى ب 2 جنيه، يعني دفعت 100 هتاخد 200 جنيه بعد ما اخلص تشطيب يعني خالص، وحاسبنا على كده. هل الكلام ده فيه ربا ولا مكسب مشروط؟ يعني حاضر، حكمه ايه؟ فهمت حضرتك ان السؤال واضح. هو انت هتدي له جنيه يقول لك الجنيه بجنيه، قال لك هتدفع جنيه هتاخد 2 جنيه، لما هيبيع الشقه او كده او كده هيديك الجنيه اللي انت دفعته مقابله جنيه تاني. تمام. واضح الكلام. حاضر. في سؤال تاني؟ لا جزاك الله خير يا استاذ احمد، ربنا يعزك هو يعزك ويبارك في عمرك. ابو محمد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم وبركاته الله يرحمك. الحمد لله في نعم والله. اتفضل. الحمد لله على سلامتك. الله يسلم حضرتك ويبارك في عمرك. الله يعني بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه. اللهم امين. اسال الله ان يحفظكم جميعا. اتفضل.
وبارك الله في علم الشيخ متولي. يا رب وفيكم بارك الله، اللهم امين يا رب، اللهم امين. فضل. سؤالي ان شاء الله، انا يعني مسؤول عن شغل معين، انا بتصل بحضراتكم اكتر من مره يعني، فبتصل عن شغل معين، ففي حاجات معينه كده صاحب المال بيجيبها ولها الحق جميعا في استخدامها او الاخذ منها مع دفع ثمنها. فعلى فرض ان انا جبت حاجه معينه منها كميه، مثلا كرتونه حاجات معينه، وانا باخد منها عادي وبدفع ثمنها، هل لو غليت في وقت من الاوقات، انا مثلا دي كان سعرها 10 جنيه، غليت في وقت من الاوقات وبقت مثلا 30 جنيه، ادفع 30 ولا ادفع الثمن اصلا اللي جبت بيها؟ يعني انت خدت الكرتونه عشان اتخيل معاك الصوره من الدكان وصاحب المحل جايبها وسامح لكم بكده وهتدفعوا ثمنها، تدفع بالسعر الجديد ولا بالسعر القديم؟ بالظبط كده. طيب اي السعرين؟ حاضر تمام ماشي. حاضر وعليكم السلام وبركاته. ام محمد السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا ومرحبا، تفضلي. ازي حضرتك يا استاذ احمد؟ في نعم والله، الحمد لله رب العالمين. الحمد لله على سلامتك والله. الله يسلم عمرك ويبارك في عمرك يا رب، الله يسلمك. الله يبارك فيكم يا رب ويديك الصحه والعافيه ويخليكم لنا يا رب، ما نحرمناش منكم ابدا ولا منكم، اتفضلي. انا يا استاذ احمد بسلم الاول على استاذ على الشيخ متولي، والله هو عوضنا عن الشيخ شعبان، ربنا يبارك فيه ويشفيه ويعافيه يا رب. اسال الله ان يحفظ شيخنا الحبيب فضيله الشيخ شعبان درويش، وان نراه قريبا 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 ان شاء الله تعالى على شاشه الندى معافى من كل الامراض يا رب، وانا استشعر ان هذا يكون قريبا ان شاء الله تعالى. ندعو له والله، ندعو له والله في كل سجود والله ربنا الاعلى. وطبعا وان يحفظ شيخ الحبيب فضيله الشيخ متولي. والله ربنا يحفظهم جميعا يا رب. امين يا رب، اتفضلي هاتي السؤال. يا استاذ احمد، انا ليا سؤالين ولا ثلاثه. اول سؤال، انا الحمد لله رب العالمين منتقبه يعني من فتره طويله بفضل الله سبحانه وتعالى. بس انا بلبس يعني اللبس كامل، فلما حد راي راجل من خالتي ولا زوج اختي ولا حاجه بيجي يسلم عليا بسلم عليه وانا لابسه طبعا الجوانتي. فانا ما ببقاش عايز اسلم بصراحه، يعني انا مثلا رحت لاختي ازورها لقيت زوجها واقف في الصاله وراح مدد ايده، فانا اتكسفت اقول ايه؟ يعني انا هقول له ايه؟ انا مش عايز اسلم مثلا عليك ولا اقول ايه؟ طيب ده اول سؤال يا استاذ احمد. تاني سؤال، انا الحمد لله رب العالمين يعني عندي فقره في ظهري مشروخه وعندي غضروف الحمد لله في ظهري يعني الحمد لله. فبصلي الله يكرمك يا رب، فانا بصلي وانا قاعده من فتره طويله جدا يعني من سنين طويله وانا لسه بنت. فانا بصلي وانا قاعده على الكرسي، يعني بصلي وانا واقفه اقرا الفاتحه والسوره وبعدين اركع اوطي بسيط يعني كده على قد ما اقدر، وبعدين بعد كده بسجد وانا قاعده على الكرسي. فاحنا يا شيخ لما بنروح المسجد في شهر رمضان، نفس السؤال، بنروح المسجد في شهر رمضان الحمد لله صلي العشاء والتراويح، فانا وخمسه سته كده من خواتي، فبنروح يعني ايه، احنا كلنا بنقعد على كراسي، فبنروح بدري احنا قوي يعني، احنا بنروح قوي قبل الناس كلها بتروح المسجد، فبنحط الكراسي قدام وبنقعد عشان احنا رايحين اول ناس يعني. ففي اخوات قالوا لا انت المفروض تقعدوا بالكراسي ورا عشان احنا اللي مصلين بقدام. فاختي قالت لا احنا بنيجي الاول من حقنا. الصوره وضحت يا ام محمد عشان الوقت، بس انا شفاكي الله وعافاكي، بس الصوره وضحت، لو في سؤال ثالث هاتيه. ايوه في سؤال ثالث. نعم. انا يا شيخ الحمد لله رب العالمين، السؤال يعني لما بنزل المسجد، انا قلت قبل كده انا بنزل المسجد بدري يوم الجمعه الحمد لله رب العالمين. فهل انا ليا اج اول راجل بيدخل المسجد؟ يعني انا بروح المسجد اول واحده تفتح للمسجد بتاع النساء، يصلى النساء. بيبقى في العاملين بس تحت بتوع المسجد وانا اول واحده بدخل المسجد في مغرب. اسال الله القبول. فحاضر حاضر في امان الله. ليا جزاء يعني. نعم واضح السؤال يا اختنا. حاضر حاضر في امان الله. في معانا اتصال ثاني يا استاذ عدنان؟ طيب حاضر. نعم شيخي الكريم الاخ محمود. البرامج صوتها اعلى والاعلان اعلى من صوت البرامج دي، نشوفها مع الاخوه بقى المختصين ان شاء الله. هو يصوم ويصلي ويتصدق وما شاء الله يعني، لكن هو حزين من نفسه انه يدخن ويريد ان يقلع عن التدخين، فماذا يفعل؟ الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله عليه الصلاه والسلام. التدخين يعني هو من الخبائث ومن صفة النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال الله سبحانه وتعالى يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فالإنسان يفتي نفسه، هل السجاير طيبة أم هي خبيثة؟
يعني اقرأ حتى الموجود الشركات المصنعة للسجاير، فلا شك أنها من الخبائث. فطب الأخ لو أنه نوى لله سبحانه وتعالى وأن يترك لله سبحانه وتعالى، فلا شك أن الله سيعينه على ذلك. وأنا أعلم يعني أحد الإخوة جزاه الله خيرا لعله استمع إلينا الآن، أنه كان مدخنا بشراهة من سنوات، واستمع لخطبة في المسجد والشيخ يتكلم عن الرجولة، قال الرجولة الحق أن تقف على شهواتك وعلى معاصيك وأن تمتنع عنها. فقال خرجت من المسجد فكان مع علبة سجائر، دست عليها بقدمي وأقسمت بالله ألا أدخن لله، ومن يومها لم يدخن. فالمسألة عايزة عزيمة، عايزة أيوة إرادة، ويستعين بالله سبحانه وتعالى ولا يعجز، وما توفيقي إلا بالله. شوف الصحابة كان بيشربون الخمر كما يشربون الماء في بيوتهم، كانت كالماء قبل تحريمها. قبل تحريمها. نعم. ولما نزل التحريم مباشرة قم يا أنس أرق الدنان، فكل الأواني كسرت، ولم يسألوا حتى هل يجوز أن نخللها، هل يجوز أن نبي، هل 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 نفذوا الأمر. إنما فهل أنتم منتهون؟ قالوا انتهينا يا ربنا. هي هذه هي في ساعتها. أيوة في ساعتها. نعم. الله أعلم. صلاة يعني أسأل عن صلاة التسابيح، حضرتك بدأت بها النبي أقول لك بسرعة يعني سريعا عشان ممكن ما ينبش عنده وقت يشاهد الإعادة. أربع ركعات. نعم. يقرأ الفاتحة وصورة ثم يقول 15 مرة سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر، يركع يقول 10 مرات، يرفع من ركوع يقول 10 مرات، ينزل للسجود يقول 10 مرات، ما بين السجدتين 10 مرات، السجدة الثانية 10 مرات، جلسة الصلاة 10 مرات، هذه 75 يقولها في أربع ركعات ب300. دي الكيفية. تمام. جزيت الجنة شيخي الكريم. حاضر الإعادة، هنؤكد على حضراتكم موعد إعادة الحلقتين. كانت 11. هو أنت عارف فترة غيابي كان فيها بعض التعديلات، لكن خير الحمد لله رب العالمين، لعلها للأفضل إن شاء الله تعالى. مبلغ مالي الفوائد لو من الأرباح البنكية، لو في أخت فقيرة وقريبة وأرملة وتعول أيتاما، فهل لها أن تعطيها هذه الفوائد شيخي الكريم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. بداية لا توضع الأموال يعني وأخذ الفوائد الربوية، وإن كانت مضطرة إلى ذلك فلتضع في بنك إسلامي. وما خرج من فوائد ربوية من تمام التوبة أن تتخلص من الفوائد الربوية فتعطيها للفقراء والمساكين والمدينين، فهذا لا شيء فيه والله أعلم. جزيت الجنة شيخي الكريم. أم محمود نظرت نذرا، تقول نذرت نذرا ومش فاكراه، وده جيد. هي فاكرة أن عليها نذر عشان كان في حادث لابنها أو كسر أو ما شابه ذلك شفاه الله عافاه، ومش عارفة تعمل إيه. ده يعني طال العهد لهذه الدرجة، بس المهم انها تريد ان تخلص ذمتها. ايوه نعم. والله ان لم تكن تتذكر خلاص يعني ايه هل يعني تستحل من هذه من هذا النذر بالكفاره؟ بالكفاره. حديث النبي عليه الصلاه والسلام كفاره النذر كفاره اليمين، هي اذا نسيت فلا شيء عليها، لكن اذا يعني كفرت عن ذلك هي فاكره ان في نذر. بس مش عارفه فاكره كونه. مش يعني هي تذبح ولا تطلع فلوس، مش فاكره هي قالت ايه. والله هي برضه ممكن تقرب المساله لو هي يعني عايزه تخرج من الموضوع، تقرب المساله وتنظر هي نذرت قبل ذلك، يعني هل لها نذر قبل ذلك فتقيس عليه، او ما معلوماتها عن النذر، او هي في سعه، لو كان عندها سعه فيبقى تذبح شيئا لله، ليس عندها سعه تصوم ولو 3 أيام لله، ان لم تستطع يبقى تكفر عن يمينها يعني كما تطعم 10 مساكين. تطعم 10 مساكين تصوم 3 أيام إن لم تجد. نعم. شيخي كريم أستاذ أمين، مسألة هذا الرجل الذي بيوضب شقة أو بيتا وقال له جنيه أرجعه لك بجنيه، هل في هذه المعاملة شبهة ربا؟ يعني هو بيشاركه ولا إيه؟ هو واحد بيوضب بيت أو بيته، قال له الفلوس اللي أنت هتديها لي أوضب بيها، لما هاجي هردها لك الجنيه بجنيه، يعني لو خد منه 100,000 يردهم له 200,000. ده قرض 50,000 هيردهم له 100,000. المهم انه اشترط قال له الجنيه بجنيه، يعني الجنيه هيبقى مقابله جنيه في المهم. لا ده قرض، انا فكرت ان هو هو مقاول وبيشطب له، لكن ده كده قرض، وكل قرض جر نفعا فهو ربا، هذا حرام. تمام. جزاكم الله خيرا. ابو محمد مسؤول عن بعض او مسؤول عن شغله عن حاجات معينه، وممكن ياخد كرتونه بالسعر بقى، بالسعر القديم ولا بالسعر الجديد، لو خد حاجه من المحل او من المكان ده عند اختلاف الاسعار قديما وحديثا،
يدفع بأني سعر، يعني خدها امبارح والنهارده بقى سعر جديد او بعد اسبوع هيسدد، يسدد بالسعر القديم ام بالسعر الجديد؟ هو لابد هنا ان يرجع الى صاحب العمل، انه صاحب المكان هو القائم على المكان، فينظر هل دول شغالين في المحل في المكان يعني ليسوا مشترين، انما يعملون في المحل، فهو ينظر الى صاحب العمل هل ناخذ بالاسعار القديمه ام بالاسعار الجديده. انه هتقول طيب ما هو اللي جاء بالقديم يباع بالقديم، ماشي، لكن هب انا بتصور صوره ان واحد عنده، عشان نقربها، واحد عنده محل راس ماله 10 جنيه وجاب كرتونه ميه بال 10 جنيه وهو لا يملك الا ال 10، وارتفعت الاسعار بقت الكرتونه ب 20، فلو باع بال 10 فلن يستطيع ان ياتي بالكرتونه مره ثانيه، فالامر ينظر اليه، يحتاج الى يعني ايه الى تدقيق والى سماع في المساله يعني. نعم. والامر يختلف في المحلات الكبيره، فهذه ينبغي ما جاء بسعر قديم يباع بسعره، ويختلف عن تاجر صغير راس ماله قليل لو باع بالسعر القديم لن يستطيع ان يستمر في عمله. تمام. والله ممكن يا استاذ عدنان ناخذ اتصال او اثنين عشان وقت الحلقه. أستاذة أم محمد منتقبة وما شاء الله يعني تلبس نقابها بالكامل يعني كامل حجابها، بس مسألة الأقارب من الذكور يبدو أن أحيانا بيبقى في حرج، يعني تقول أنا مثلا كنت عند أختي وزوج أختي كان واقف في الشقة فمد إيديه فهي مش عارفة تعمل إيه ومحروجة منه، فماذا تقول له أو ماذا تفعل شيخي كريم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هو دائما الذين يقعون في ذلك يقولون من أجل الحرج. أنا هأقرب الصورة، هأقول لو افترض أن النبي عليه الصلاة والسلام يقف أمامك وزوج أختك أو غيره يقف أمامك، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أنا لا أصافح النساء، عليه الصلاة، شوف كده قولا واحد، أنا لا أصافح النساء، وأم المؤمنين عائشة تقول والله ما مست يد رسول الله عليه الصلاة والسلام امرأة لا تحل له قط، فالنبي عليه الصلاة والسلام واقف كده وبعدين قريبك واقف وأنت تصافحين، هل تجرؤين على ذلك؟ عليه الصلاة والسلام. طب ما هو نص، جاءنا النص عن النبي صلى الله عليه وسلم، تصور أن النبي أمامنا، أنا لا تصور أن النبي واقف يقول لك أنا لا أصافح، هذا لا يجوز، وأنت تصافحين حرجا، الحرج من النبي عليه الصلاة والسلام. يعني طالما هو أمر شرعي، اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، ما فيهوش حاجة اسمها حرج. ما فيهوش حاجة اسمها حرج. اللي يزعل لا يزعل من الشرع لا يزعل، هذا شرع يعني والله على الجميع. يزعل منين؟ اصل في بعض الناس يقولون يا ده انا مربياك، ده الكلام ده كنا بنسمعه قديما، لا لا ده انا كنت بشيلك، ده كنت مربي مثلا يعني، وكان الامر يعني مش شرع. لا هو أو يقول لك فلان ده ما بيسلمش وكانه اتى بدين جديد. تعقيبا على هذا الكلام، نعم، ان البعض بيتهم من لا يصافح انه متشدد. صحيح. ونحن نقول ائتونا بنص صافح فيه النبي عليه الصلاه والسلام النساء وسنصافح من الصباح. لكن انتم تتهموننا بان نطبق هدي نبينا عليه الصلاه والسلام اننا نتشدد في المساله، ائتني بنص ان النبي عليه الصلاه والسلام صافح النساء وجوز مصافحه النساء. ائتوني بنص وانا من الصباح ساصافح على الجميع مقتديا بهذا النص، لكن احنا اللي معانا النص. فمن الذي يهاجم الآخر؟ أنا اللي معايا النص اللي بقول لأن يطعم في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له، ويقول أنا لا أصافح النساء، وعند البيعة النساء لما مدت النساء أيديهن في حديث أميمة بنت رقيقة النبي عليه الصلاة والسلام قال عايزين يبايعوا زي الرجال، لأن يعني كان العرب يبايعون باليد، فقال أبايع كنا كلاما أنا لا أصافح النساء. هتقولنا نصوص كده فيها مصافحة وإحنا نقول سمعا وطاعة. جزيت الجنة شيخ. من يبارك فيك. الأخت أم فهد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أختنا، أهلا مرحبا، تفضلي. إزي حالك أستاذ أحمد؟ في نعم والله الحمد لله رب العالمين، تفضلي. أستاذ أحمد، أستاذ أحمد بالله عليك، بالله عليك عاوزة رقم الشيخ ضروري لحاجة يعني. طب بما إنك حلفتيني ما تقفليش وخدي الرقم من الشباب في الكنترول. ما أنا ماشي بس انا خايف الشبكه تفصل عندي انا هحاول. ما هو لو حضرتك كنت طلبت الرقم كانوا هيدهولك، ما كانوش هيقولوا لك حاجه، بس لو عندك سؤال هاتيه. انا عندي على ويله والله، والله عندي على ويله، بس مش عارفه اعمل لان نفسيتي تعبانه يعني لدرجه ان انا ممكن انا عايشه النهار كله ببكي ومخنوقه والله يا عم الشيخ. ربنا يحفظك يعني، سامحوني. فرج همك. انا عندي وسواس جامد جدا في كل حياتي، في كل حاجه عندي، في كل حاجه. نفسي ارتاح، نفسي ارتاح والله يا عم الشيخ. يا رب يحفظك. تاخد الديه، خلي الاستاذ عدنان ما يقفلش معاه يعني. يا ريت يا شباب الرقم تدوه للحاجه ام فهد، رقم فضيله الشيخ متولي البراجيلي.
ابو محمد شفاك الله عافاك اولا يا اختنا. ابو محمد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الحمد لله، اهلا ومرحبا، اتفضل. انا ابو محمد اتصلت بالسؤال اللي سالته على السؤال اللي هو لو انا مسؤول عن عمل يعني. نعم. اوضح الصوره بس، هو انا مسؤول عن اداره شغل في مزرعه فواكه. هو صاحب المال رجل اعمال بيجيب مثلا كرتونه لمبات كهرباء للمكان كله يعني. ف كرتونه ايه يا ابو محمد؟ لمبات كهرباء. كرتونة لمبات كهرباء. أيوة نعم. أبو محمد أين أنت أيها الرجل؟ طب انقطع الاتصال يا شباب، عاود بقى بس إن شاء الله يكون في حلقة الغد عشان الوقت انتهى يا أبو محمد. نعم شيخي كريم، مسألة الألم في شرخ في ظهرها شفاها الله عافاه أبو محمد، يبدو أنه من زمان، فهي تصلي تبدأ الصلاة واقفة تقرأ الفاتحة وما تيسر لها ثم بعد ذلك تركع ثم تجلس، فما حكم هذه الصلاة؟ هي تقول يمكن السؤال إن بتذهب إلى المسجد وبدري يعني خصوصا في صلاة التراويح والعشاء، وهي ومجموعة ياخدوا 5-6 كراسي يحطوهم في الصف الأول، بعض الأخوات يقولوا لا أنتوا تقعدوا ورا، فهم حابين يصلوا في الصف الأول كي يأخذنا ثواب الصف الأول، فهل يجلسنا في المؤخرة في مؤخرة المسجد أم في الصف الأول شيخي كريم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، من ذهب مبكرا فحقه أن يأخذ مكانه في الصف الأول، فإذا ذهب النساء مبكرات فهذا حقهن واعتداء عليهن أن يجلسن في الصفوف المتأخرة، لما يؤخرن أنفسهن؟ هي تقدمت خلاص يبقى تصلي في الصفوف. الكراسي مش هذه الكراسي لا تقطع الصف، لا تقطع الصف يعني حتى لو وقف مشاكل كثيرة جدا. وبين الرجال احنا بنقول للرجال بننصح بنقول انه لا تؤخر نفسك وانما كن على الاطراف الصف الاول، يعني الوقوف هكذا. إدارة المساجد احيانا بتمنع شيخنا، لا لا بيجيبوا دكك كده يحطوها في الاخر ويبقى دي ثابته. لا الافضل يعني ان كان يستطيع ان يجلس على الارض حتى لا يؤخر نفسه يبقى يجلس على الارض، ان كان لا يستطيع خلاص يكلف الله نفسا الا وسعها، لكن معه كرسي متحرك يتقدم اذا جاء مبكرا يتقدم ويكون في الصف الاول على الاطراف عشان حتى لا يقطع الصف، حتى لا يعني يستطيع من خلفه ولا وليس بقاطع، لو في منتصف الصف ليس بقاطع. طب لو مسافه جيده وما يعتبرش قاطع للصف؟ لا لا يعني هو ليس بقاطع للصف، هو الخوف على من يسجد خلفه لو ارتاح في السجود خلاص لا شيء في ذلك وهذا حقه. تمام، يبقى من حقك ان تصلي في المقدمه ان شاء الله تعالى يا اختنا شفاك الله وعافاك يا محمد. ايضا يوم الجمعه هل تأخذ الثواب عندما تقول أنا في مصلى النساء بتكون أول واحدة دخل المسجد ما شاء الله إن شاء الله، هل تأخذ الثواب والأجر مثل الرجال شيخي كريم؟ نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هي المرأة ليس واجبا عليها أن تصلي الجمعة، لكن إذا ذهبت إلى صلاة الجمعة فلها أجرها. طب إن بكرت كالرجل فإنما النساء شقائق الرجال، فلها الأجر إن شاء الله على ألا يؤدي يعني ليس تبكيرها جدا يؤدي إلى أن تترك زوجها يحتاجها إلى خدمتها أو إلى يحتاج إلى ملابس أو إلى شيء من أجل صلاة الجمعة أو أن تترك أبنائها. فإن كان الأمور دي كلها هي رتبت هذه الأمور وبكرت فلها الأجر إن شاء الله. جزيت الجنة شيخي كريم. الأخت مفهد مسألة الوسواس القهري وهي قالت أنها تأخذ رقم حضرتك فسريعا كروجيتا لمن يعني يصاب بهذه الوساوس نسأل الله العفو والعافية، تقول هي في كل شؤون حياتها. نعم. نعم الوقاية وكيفية التعامل مع هذا الوسواس. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. كره فريق من أهل العلم أن يسمى الوسواس باسم الوسواس القهري، اللي قهري معناه أنه يقهر الإنسان، والله سبحانه وتعالى قال عن الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا فهو كيده ضعيف. فأنه يقهر الإنسان فالتسمية فيها علو، القهر ده يكون من الأعلى للأدنى، لكن هو اسم تعرف عليه الناس اسم طبي حتى الطب النفسي كده. أيوه اسم طبي، لكن أتكلم من ناحية الشرعية أنه الشيطان لا يستطيع أن يقهر الإنسان، وهو الشيطان أكثر ما يستطيع أن يوسوس، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. طيب إحنا نخرج إزاي من الموضوع؟ لا شك أن كلامي أو نصيحتي هذه في عجالة لا تؤثر، لأن المسألة عايزة أنه لابد أن أبحث أتعلم كيف أغلق أبواب الشياطين، لأن الشيطان يلعب الكرة بمن لا يعلم، فلابد أن أتعلم، لابد أن أعرف كيف أواجه الشيطان. الشيطان له فقه وفقه واسع وعنده خبرة من أيام
خلق آدم عليه السلام. فلابد أنت تواجهه بإيه؟ بالعلم. إذا نحن ننصح بالعلم، يعني الشيطان يعني يحزن يفرح لموت عالم واحد، تبان حضرتك، ولا يفرح لموت آلاف العباد، لأنه يلعب بهم كما يلعب أطفال بالكرة. فإحنا النصيحة لكل من ابتلي بشيء من هذا، أولا أن يطلب العلم وأن يقرأ وأن يعرف يعني كيف يصد مكائد الشيطان ويخرج من هذا. فلو أنه تعلم سيجد الأمر إن شاء الله يسيرا. نعم. وننصح أنه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، إن الله تجاوز لأمتي أما حدثت بأنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. يبقى هو وسواس، مجرد وسواس، طالما ما خرجش إلى حيز العمل فأنا لا ألتفت إليه على الإطلاق ولا أعظمه. صحيح. أقول أنا ده قهري، ده جابرني، مش عارف إيه. لا، هو كمان بيخلي صاحبه، نسأل الله العافية، يعني يتعامل ويتصرف بتصرفات، نعم، ربما لا تكون طبيعية في كثير، نعم، من الأحوال. نسأل الله العفو والعافية، أسأل الله أن يشفيهم جميعا وأن يعافينا. اللهم آمين. آمين. اللهم آمين. دكتور متولي البراجيل، ربنا يبارك فيك أستاذ أحمد، ربنا يبارك فيك، والعافية، ربنا يبارك فيك، ونفعنا الله بعلمكم. إن شاء الله نلتقي بحضرتك غدا في العاشرة مساء. ربنا يبارك فيك، جزاك الله خيرا أستاذ أحمد، وإياكم حبيبي الغالي. صلى الله عز وجل أن يمتعكم بالصحة والعافية، وأن يشفي مرضانا، وأن يرحم موتانا، وأن يتوب علينا، وأن يصلحنا، وأن يغفر لنا، وأن يسترنا وإياكم بستره الجميل. هذا وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. Yes.